إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات، السعي نحو التنمية الشاملة وعملين أبنائنا وبناتنا في العمل مع لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. 2030 مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لا شك مستمعينا الكرام المبادرات التي تقدم هي إثراء للمجتمع وإعطاء الفرصة للجميع أن يعطي ويبدع ويتميز، وفي المبادرات هناك الرؤى التي تحمل في مضمونها تغيير الوضع الحالي ومعالجة مشكلاته، وتتعرض هذه المبادرة لمجموعة من العمليات المخططة بانتظام وبأسلوب علمي لتأكد من أن قدرة هذه المبادرات على تحقيق الدور المنوط بها في إصلاح شتى مناحي الحياة. فهي هذه المبادرات ليست في ناحية معينة دون أخرى، لكنها في جميع النواحي التي ترقى بالمجتمع وبالوطن بشكل عام، وترفع من كفاءة المجتمع داخليا وخارجيا، وتسهم في حل قضايا العالقة بما يحقق الاستدامة والفاعلية عبر هذه المبادرة. لذا مستمعينا الكرام في 2030 كانت للمبادرات وأيضا إعطاء الفرصة والعمل عبر المبادرات دور بارز وكبير، ولها مكانتها من أجل فعلا أن يكون المجتمع حيوي، أن يكون الوطن مزدهر، أن يكون هناك اقتصاد فعلا يتنوع عبر هذه المبادرات. لذلك أردنا أن تكون هذه الحلقة مخصصة حول موضوع المبادرات، وضيفنا هو الأستاذ حاتم سفرجي، وهو مدرب ومستشار تنمية بشرية ومعتمد في تدريب القيادات ومستشار تطوير منظمات وقطاعات ورفع مستوى الإنتاجية للأفراد والمنظمات. حياك الله أستاذ حاتم، وسعد وجودك معنا في هذه الحلقة. حياكم الله وأسعد الله مساءكم، أهلا ومرحبا بكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي السلام الكرام، مساء سعيد، مساء معطر بالورد والنعناع من أرض الحي صلى الله عليه وسلم، إليك حبي عادل والمستمعين الكرام، وإلى كل العاملين بإذاعة الموجة السعودية. حلقة منعشة بنكهة النعناع معك أستاذ حاتم. إن شاء الله يا رب، بإذن الله. آمين آمين. وطبعا بالتأكيد أن الموضوع هو منعش بحد ذاته عندما نتكلم عن المبادرات، ويعني لا تكون المبادرات إلا من روح تملك فعلا روح العطاء، روح الإقدام، روح يعني التعاون. يعني مو الإنسان المبادر أو المبادرات لا تكون إلا من مبادرين فعلا يعملون من أجل الخير، من أجل إثراء يعني أنفسهم ومجتمعهم. لكن نريد أن نأخذ المفهوم أو المفهوم الاصطلاحي حول المبادرات، حتى فيما بعد نبدأ نفصل في دور هذه المبادرات في تنمية الفرد والمجتمع والوطن. المبادرات برأيك أو يا أستاذ حاتم؟ حبيبي، إذا كنا نتكلم عن مبادرة نعرفها هي اقتراح، نعم، أو أمر نحققه. نعم، يقول لك سبق إلى الشيء بادر وحققه، أي بادرة. نعم، ما أقول لك دائما عادل يا الله عليك، أنت دائما سباق للخير، فهي المبادرة إلى عمل الخير. صحيح. طب هذه المبادرة ما هي أسس أن ينبع هذا العطاء وهذه المبادرة؟ أول حاجة الإيمان بأن هذه المبادرة لها هدف، الإيمان بأني أستحق أن أعمل هذه المبادرة. نعم. الإيمان أنه أنا قادر، القدرة أني أسوي هذه المبادرة. الإيمان بأني كفء لأكون مبادرا. نعم. العطاء، أن أكون معطاء. الإنسان حب لأخيك ما تحب لنفسك، له في قلبه جميل المعاني من حب للناس ومبادرة لفعل الخير.
يكونوا سباقا والسابقون السابقون. هناك المعنى الفعلي هي الاستباقة لفعل أمر جديد، أمر يخدم المجتمع، يخدم الناس، يخدم من حولك. أحيانا بتلاقي واحد يبادر إلى إفطار صائمين في الشارع، هذه مبادرة، أو في مكان كما يفعل أحد الأشخاص يقول لي أني دائما يبادر إلى أن يصلي في مساجد الطريق المهجورة فيثريها بذكر الله. شوف الجمال. نعم. طب هذا أجر ولا بلسك. هذا نابع من حب. ورؤية المملكة 2030 قائمة على إيجاد المبادرات النوعية من شباب هذا الوطن، من بنات هذا الوطن، الذين نتلمس فيهم حب الوطن والعطاء والإقدام، وهم يستحقون أن يكون لديهم الإبداع، الإنجاز، التقدير، الوعي، الإدراك، من أجل صنع مبادرات وخلق مبادرات نوعية تخدم هذا الوطن وتحقق رؤية المملكة 2030. ولو تلمسنا الآن المبادرات في مملكتنا الحبيبة نجدها كثيرة جدا، مما يحقق رافدا من روافد الخير لهذا الوطن. ونحن في توجه المملكة 2030 وكما يخطط له سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أن لا يكون النفط هو الملاذ الأول أو المصدر الأول، فإيجاد مبادرات نوعية لإيجاد رافد آخر من روافد الخير والاقتصاد الوطني هي مبادرة من الكثير من الناس الذين يعلمون كيف تكون المبادرات. قد تكون هناك مبادرات نتيجة تجارب عالمية لكن تتناسب مع بيئتنا لتصنع الفرق في ذلك وتكون خيرا على هذا الوطن. وهناك المبادرات أنواع كثيرة، لكن قبل أن نقول هذه الأنواع أسألك سؤال عادل. تفضل. ما هي أجمل مبادرة وجدتها في حياتك؟ المبادرات اللي أجد يعني فيها سعادة للآخرين، وجد فيها أنه قضاء لحاجة الآخرين. يا سلام عليك. إذن حب الخير. كذلك هناك مبادرات شبابية. نعم. مبادرات معرفية، مبادرات تقنية، مبادرات مالية، مبادرات خيرية، مبادرات توعوية، مبادرات أخلاقية، مبادرات سلوكية، مبادرات هاي المدينة المنورة عندما أطلق سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان مبادرة خير أمة، عام كامل لتوطيد القيم والسلوك في المجتمع المديني، وحرص على هذا في كل محفل من المحافل. نجد هناك مبادرة لكثير من القطاعات الحكومية تقوم بها بين حين وآخر. ليه؟ لتفعيل وتسريع عجلة التحول الاستراتيجي 2020 للوصول إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المعرفة والوعي والتثبيت والتحقيق والوصول إلى النتائج. نجد هناك كثير مبادرة قامت بها وزارة هيئة الاتصالات اللي هي إيجاد أخصائي سعادة أو نشر السعادة. هذه مبادرة تقوم فيها، وهذه مبادرة جميلة. عندما تسعد عميلك الداخلي سيسعد عميلك الخارجي، فيتنعكس على من في الأم في الخارج. نعم. لتصل إلى المجتمع. قد تكون المبادرات في جملتها بعض منها يقول الإنسان يا أخي إيش ذا قد كده بسيطة يا أخي، لكن انظر إلى النتائج. نعم. في بعض الناس تحكم على المبادرات عادل للأسف بدون وعي إنها فاشلة أو ما لها داعي، لكن الحكم السطحي على المبادرات يعتبر عجز بدون التحقق. يعني مثلا نقول لك عادل نبغى نطلق مبادرة مثلا الآن نبغى نطلق مبادرة مثلا الطفل المدرب أو الملقي أو المذيع، مبادرة نفعلها
حيطلع لك واحد يقول لك يا عمي انتم بتفعلوا شيء ما له داعي، انت هذه بلا مبادره يا عمي، هي مجانا ونبغى نسويها، نبغى فكره ونبغى نفرحها. نعم. اذا السؤال استاذ حاتم، وهذا طبعا الاجابه راح اخذها منك بعد الفاصل، ما يعني العوامل إنجاح المبادرة؟ كل واحد إن شاء الله في نفسه الخير ويريد أن يبادر للخير، لكن فعلا كيف أكون ناجح في مبادرتي وأن تتحقق هذه المبادرة؟ فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام، يا هلا فيكم، وحديثنا ما زال عن المبادرات ودورها في تحقيق رؤية 2030. هناك أكيد أهداف لهذه الأهداف للمبادرات التي تحقق بإذن الله تعالى استقرار اجتماعي وحياتي واقتصادي كبير، وهناك أهداف لابد أن الواحد يحققها من خلال هذه المبادرات، وما من عمل إلا لابد أن تكون له رسالة ورؤية وأهداف حتى فعلا تتحقق بطريقة صحيحة وسليمة. كان سؤالنا لك أستاذ حاتم والله يعطيك العافية عن كيف فعلا الشخص عندما يريد أن يبادر ويرغب أن تكون المبادرة ناجحة ذات فاعلية فعلا يجدها ملموسة وتحقق الأهداف المرجوة منها، كيف ممكن أن تكون هذه المبادرة ناجحة؟ طيب سؤال جميل، ما درش أقول حاجة عنه. طيب تمام. سؤال، لكن قبل لا أجاوبك على السؤال، لما نبغى نسوي أي حاجة في حياتنا، أيوة، مو نحللها ونعرف نجاحها ومنضعفها؟ نعم أكيد. إذن أي مبادرة لابد أن تخضع لعملية التقييم والتحليل المبدئي. ثاني شيء، أن يكون لها هدف واضح. نعم. لماذا أبادر؟ إيش أبغى أوصل؟ هدف عام وهدف استراتيجي. أيضا رؤية لهذه المبادرة، رسالة لهذه المبادرة، لكي تقوم على الوصول إلى أبعد مدى نريد أن نصل به المبادرة، والطريق الذي نسعى به من خلال رسالة تحقيق الرؤية، وأهداف عامة توصلنا لتحقيق الرسالة من خلال الرؤية، وأيضا أهداف استراتيجية تنبني على تنفيذ خطة هذه المبادرة. كل هذا لماذا؟ نطرح سؤال، لماذا نريد هذه المبادرة؟ ماذا سأستفيد من هذه المبادرة؟ كيف سأطبق هذه المبادرة؟ ماذا لو؟ فإحنا نسقط عليها ما نسميه فورمات، هي الأثر الرباعية، لكي نستطيع وصول إلى النتائج الإيجابية ومعرفة عوامل الضعف والنجاح، ثم نطبق عليها سوات، اللي هي منظومة سوات أو نموذج سوات، لكي نعرف عوامل القوة والضعف والفرص والفرص الخارجية والتداخل الخارجية والقوة والضعف الداخلي. من هذا كله أنا أخضع هائل التحليل، فبالتالي هذا يصب في بوتقة الوعي والإدراك، العطاء والحب. أن ننجح معا، ولا أقول أنجح أنا، حب الخير، التفهم والوعي الكامل لبنود وعوامل هذه الرؤية. المبادرة، عندما أقول نريد مبادرة قائمة على الرؤية، السؤال الذي يطرح نفسه دائما، هل عرفت ما هي الرؤية؟ هل نعرف أعماق رؤية المملكة 2030؟ هل بنينا هذه المبادرة على الهدف الكامل، على وطن طموح؟ وقس على طموح الشعب ما أردت، فالشعب كما قالها أبا سلمان كجبل طويق. فعندما نقول مبادرة، نريد مبادرة تكون كجبل طويق، تلامس هذا الشعب المعطاء، تعي فكرة، تقوم على توعيته، على استنارته، على وضع مفاهيم تنمي أفكاره وإشباع حاجات شعب أبي يحقق رؤية طموحة. أليس هذا يا عادل؟ بلا شك.
إذا لابد تكون هناك معرفة قبل يعني تكون لديك المعلومة الكاملة، لديك صورة واضحة عما تريد أن تقدم عليه كمبادرة. صحيح، لكن بالنقيض لابد أن إذا تكلمت عن عوامل النجاح أتكلم عن عوامل الفشل. أول شيء من أسباب عوامل الفشل هي الاستعجال وعدم المعرفة. يعني يلا يا شباب يلا اللي أنا عندي مبادرة طيب كيف الأخير ألاقي نفسي إني بتكلم في الهواء. لازم أضع البنود اللي بتقوم عليها المبادرة. ثاني حاجة الأنانية، عدم الوعي، عدم استشارة أهل الخبرة. معليش أنا أبغى أسوي مبادرة طبية، إحنا عادل أنا وإنت ما أنا مهيئين إنه نسوي مثلا مبادرة عن نشر الرضاعة الطبيعية ونقول لك أنا وإنت نقعد نسويها لوحدنا. هل إحنا أهل اختصاص؟ هل إحنا أهل اختصاص؟ لا لا، فهنا نستعين نبي نسوي مبادرة كفكرة. يا سلام طيب أجيب يلا طبيب في طب الأطفال، واحد في طب الأسرة، والله أجيب الأخت من الأمهات، من الطب النفسي. تكامل فريق العمل لإنجاح المبادرة هذا السبب من أسباب النجاح، ولكن عدم وجود فريق عمل من أسباب الفشل. لن تستطيع أن تصفق في وحد لوحدك إذا لم يكن لك معك ناس أو ناس عبدك يساعدوك على تنفيذ المبادرة. لا توقع نجاح المبادرات اللي بينجزها أو بيفكروا فيها حكومة الترشيدة إلا بتكاتف الأيدي من الوزراء وكلاء الوزارات لإنجاح هذه المبادرات النوعية. الاستعانة بالخبرات وخبراء الخارجين والداخلين والشباب والبنات لإنجاح هذه المبادرات. أيضا لابد أن يكون لدينا التفكير الإبداعي. إن غيبت الإبداع والخيال غيبت تحقيق النوعية والندرة في المبادرة. إحنا نريد مبادرات نوعية نادرة ليس تقليدية، لأن الرؤية تنبني على الابتكار والتجديد، لا تنبني على هذا ما ألفينا عليه آباؤنا. نريد التجديد في كل شيء. جميل جدا. إذا أرد أن نتكلم أيضا أستاذ حاتم، يعني بعد ما قلت أنه توفر المعلومة المهمة وتعرف لمن تريد أن تكون هذه المبادرة، وأيضا وجود فريق متخصص، فريق عمل فعلا ينجح هذه المبادرة، يعني ما بعد ذلك هل تجد أنه هناك تحديات فعلا لابد أن ينتبه لها كل مبادر وكل من يريد أن يقوم على مبادرة، وهذه التحديات ليست معيقة بقدر ما هي مشجعة ومحفزة بأن يكون أكثر إقداما حتى يحقق هذه المبادرة؟ أي عمل أو أي مبادرة حيجب إعاقات، ولكن إن استجاب خاب، إن استجاب خاب، وإن تحدى كان فيه الإقدام والإصرار. من أكثر المعيقات دائما في المبادرات تجدها في تفاهم فريق العمل، هذه نقطة مهمة. وأيضا معيقات عدم الإيمان ببعض أجزاء المبادرة. أنا أؤمن في المبادرة كل، لكن الجزئية دي أنا من مؤمن فيها. فيطلع لك واحد من فريق العمل يقول لك يا عمي أنت تتكلم كلام وهمي، يا عمي طب هذا منيع دراسة، يا عمي الدراسات. لازم يطلع لك أحد، لا، إن لم يكن هناك تكامل وتفاهم في فريق العمل وإيمان بكامل المبادرة من أولها لآخرة، هنا حنجد أن تقع تحت دائرة أو طائلة الروتين، تحت طائلة التفكير المعقد، تمام، والصندوق المغلق. نحن لا نريد صناديق مغلقة، نريد صناديق مفتوحة، نريد التفكير خارج هذا الصندوق، نريد دائرة النور ليس دائرة الظلمة، نريد جمال المبادرات لا سوء الغايات، نريد روعة النتائج لا قوم يشعرون بالفشل، نريد أن نشعر بالكيان، إيماننا بكياننا كأمة
عربية كأمة تستطيع أن تصل إلى غايتها بجمال وقوة وهمة، هذا هو ما نريده. وكما تعلم ويعلم الجميع، الآن شعارنا في اليوم الوطني همة نحو القمة، أليس كذلك؟ بلى. اصنعوا من المبادرات قمم الشباب بهمة فيها قوة الغايات، لتسعد بها أمة قادمة بقوة تقول نحن أمة المملكة العربية السعودية موطن الحرمين الشريفين. لذلك لابد أن يكون لدينا روعة المبادرات. طبعا يا عادل، في سؤال دائما أنا دائما أسأله للمبادرين أو لما أي مبادرة أجدها، أقول طيب هم كتبوا الأهداف، طيب أنا ماني شايف أحيانا بعض البعض تواريخ أو متى تتحقق. أغلبنا يا عادل إحنا بنفكر المبادرات ونحط لها نتائج وأهداف استراتيجية، لكن متى هنبدأ متى هننتهي ما بنعرف، ونسمع عن المبادرات. البعض يقول لك سوينا مبادرة فلانية، فينا؟ للأسف يا عادل هناك مبادرات غيبت من الإعلام أو تناساها الإعلام، وهذه من المعقات أن الإعلام لا يخدم حتى المبادرات سواء بسيطة أو كبيرة، قد يخدم البعض ولا يخدم البعض الآخر. أحيانا ما تكون المشكلة من الإعلام بقدر ما تكون من أصحاب المبادرة في إظهار مبادرتهم، أو أنهم فعلا يستطيعوا أن يعملوا على تسويق هذه المبادرة. أنا أكمل لك، عشان كده لما يكون في الفريق عدم وجود اللي هو مستشار إعلامي، نعم صحيح، أو الجوانب الإعلامية أو الجانب من يفهم في الجوانب الإعلامية، هذه من الضعف وهذه من العقبة. رح نكمل معك أستاذ حاتم، الله يعطيك العافية، ما زال الحديث بقية حول المبادرات في رؤية 2030، ابقوا معنا مستمعينا. عودة لكم مستمعينا الكرام، حياكم الله، وما زال حديثنا عن المبادرة التي تساهم وتسهم بشكل كبير في نهضة المجتمع. هذا الأمر اللي يعتبر من الأمور المطلوبة بكثرة، حيث المبادرات تساهم في التقدم بالمجالات المختلفة المفيدة، ولها دور كبير في المساهمة في التنافس في مرحلة يعني على مستوى محلي حتى على مستوى خارجي، وفي مرحلة أخرى يمكنها التفوق عليه إذا اهتمت يعني اهتم المجتمع بشكل عام بهذه المبادرات أكثر وأكثر. حديثنا ما زال مع الأستاذ حاتم سفرجي، المدرب والمستشار في التنمية البشرية ومدرب معتمد في تدريب القيادات وتطوير المنظمات وقطاعات ورفع مستوى الإنتاجية للأفراد والمنظمات. عودة إليك أستاذ حاتم، وطبعا الله يسلمك وحييك. طبعا إذا كان عندك في شيء تريد تضيفه مع الحديث ما قبل الفاصل. نعم أيوة، في يعني أطر لما أجي أبني مبادرة، لما واحد يقول لي والله حاتم الحين كيف أسوي مبادرة، أقول له تعال حبيبي هيا نكتب مع بعض مستمعين، تعالوا خلينا نمسك ورقة وقلم. عادل وانت معايا ماسك ورقة وقلم ولا معايا ولا مع الأسف؟ لا لا معاك أكيد. طيب يلا قلبا وقالبا يا قلبي عليك، هذا الحب. الله يسلمك. طيب دحين نجي أول حاجة. أيوة. الرؤية. نعم، رؤية المبادرة رسالتها أهدافها قيمها. نرجع نقول رؤية رسالة أهداف قيم. تمام. حلو؟ تمام. مفهوم هذه المبادرة. نعم. طيب إيش السمات لهذه المبادرة؟ نعم. سمة التطوير، سمة التخطيط، مبنية على العلم على المعرفة. بعد كده نحط الإطار العام لبناء هذه المبادرة. نعم. إيش الإطار العام تبعها؟ كيف تكون؟ كيف نشتغل عليها؟ بعد كده نحط عوامل نجاح المبادرة. أول اتكلمنا عشان لا أحد يخلط، اتكلمت بشكل عام عن المبادرة، لكن كل مبادرة لها عوامل نجاح، كل مبادرة لها عوامل نجاح بناء على ما المفهوم الموضوع لها. نعم. والأهداف والرؤية والرسالة. أي.
بعد كده عندي نشتغل على إدارة التنظيم، المبادرة، مين اللي حيشير إديرها، مين اللي حينظمها، مين اللي حيكون العوامل المساعدة فيها، القطاعات، الإدارات، الفريق العمل. بعد كده إيش هي المقتطفات أو المرتكزات اللي على بناء المبادرة. المرتكزات سواء كان دليل، سواء كان خطط، سواء كانت مفاهيم. بعد كده نبدأ نحط معايير البناء. نعم. كيف يعني؟ المعيار في الإعداد، معيار المحتوى، معيار التحقيق، معيار الإنتاجية. فأنا بحط معايير معينة أشتغل عليها. بعدين أبدأ أشتغل على مكونات المبادرة. من إيش؟ من عنوان، من محتوى، من نوع المبادرة. أفصل، أشتغل عليها بشكل مميز. بعدين أسوي الإجراءات. إيش الإجراءات؟ هذا الإجراء في المبادرة كذا كذا، مين المسؤول عنه؟ والله عادل حاتم، هذا حاتم، والله فريق التميز، فريق الجودة. حلو. وهي إيش الأدوات اللي هيستخدموها معاهم؟ بعد كده أسوي أشتغل على هنا التفصيلات الأخرى اللي أبدأ أفصل، أمسك الأهداف أفصلها، نوع المبادرة أفصلها، إيش النطاق اللي حشتغل عليه. والله حشتغل على نطاق البيت، حشتغل على نطاق الإدارة، حشتغل على نطاق المكتب. وبعد كده المنهجية اللي هي آليات التنفيذ والمتابعة، المهام والمسؤوليات، هذه كلها أوضحها وأعرف مين فريق المبادرة ووزع المهام عليه. هنا بشكل عام إن عملت كده أنا سويت 60%، باقي 40% في التنفيذ. كده حلو عدول؟ تمام. هذه اللي إحنا نشتغل عليها، عشان واحد اللي بيقول لك والله أنا كيف أسوي مبادرة وأنا ما أعرف، أمشي على هذا الشيء، أمشي على دليل، دليل المبادرة كيف أسويه. كل اللي عندي دليل زي، عارف المبادرة عاملة زي إيش؟ دائما نحط لها مثل إيش؟ نحط لها زي الكتالوج. كتالوج بيشتغل عليه، تعرف تمشي تشتغل ليه؟ في شيء يوضح لي أنا بحقق إيش وما حققت إيش، كم في المية حققت، كم ما حققت. طب عشان ما حققت عشان كذا وكذا 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 وكذا، حققت والله عشان كذا وكذا وكذا وكذا. إذن يعني ترى أنه لابد أن يكون هناك دليل لي كيفية تحقيق المبادرة أو نعم لإنجاح المبادرة. لازم يعني ما ننفع نقول والله أنا حبادر، نتكلم كلام ونقعد سوى فريق عمل. كل شيء مكتوب. ليه؟ لما يكون عندي وضوح في المبادرة ويكون عندي شيء ملموس وشيء أدون نتائج التحقق والتحقيق والمفاهيم، الخطة المرسومة اللي بتوضح لي هذا كل ما أنا أقوم فيه، هنا أنا أعرف أنا على أرض ثابتة ولا في الهواء. بالمبادرات ما ينفع كلام في الهواء، يعرف أشياء محققة، في طريق أمشي عليه. خلصت واحد أبدأ في اثنين، خلصت اثنين أبدأ في ثلاثة. ما ينفع أسوي واحد وأشتغل في عشرة، عشان أوصل لعشرة لازم أحقق من واحد لتسعة. هذا الشيء. أما أبدأ واحدة واحدة، أكل العنب حبة حبة، ما ينفع أكل مليون عنب في دقيقة واحدة. نعم. والمبادرات تقوم على التسلسل والإنجاز والتتابع. كثير من المبادرات فشلت بسبب إيش؟ نعم. ما الذي فعلا هو هنا السؤال، ما الذي يفشل المبادرة؟ قلنا كلام، ما خططنا على ورق، ما بجيبنا ورقة وقلم وقلنا والله هذا فريق العمل ده 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 ده. زي ما قلت لك، عدم المعرفة، عدم الوعي، عدم التخطيط. كله كان حماس وطاقة متفجرة، تمام، والله نسوي ونفعل. حلو حماسكم يا شباب، بس قد يكون الحماس حلو. هذا لحظي. والله حلو، بس نعم. بعده إيش سوينا؟ أنتوا رائعينكم حماس وعندكم حب الوطن رائعين. تمام. المبادرات اللي تدعم من الترفيه، الآن تلاقي كثير من الشباب عندهم يبغوا يسووا مبادرات في الترفيه، لكن كم واحدة نقول عنها واو نجحت اتفعلت؟ هيئه الترفيه ما بتقصر، وتحيه لرئيس هيئه الترفيه
نشار تركي آل الشيخ على تفعيل نوع المبادرات. لكن أرجع أقول فين معايير الجودة يا شباب يا بنات في هذه المبادرة؟ فعلوا جودة، جودوا مبادرتكم، اشتغلوا على الإحسان في المبادرة. هي ما هي كلام قال وحماس ونجيب مع بعض كم واحد وكم واحدة ويلا وعمل ونشتغل وحنكسب فلوس ومبادرة وفيها عمل تطوعي، لا ما هي كلام. فيها استراتيجية، انت بتقابل ناس بتسوي مبادرة عشان إسعاد ناس، أسويها بإحسان ولا أسويها عشان يقولوا حسبي الله عليه؟ أسويها بإحسان عشان يقولوا جزا الله خير، فرحنا أسعدنا مكان نظيف، إحسان. ناس اختارهم في الاستقبال إحسان. مبادرة نوعية مكتوبة وتحقق أهداف إحسان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يدخله. حتى في المبادرات وفكرة المبادرة إتقان ما تتحقق. هل هي قائمة على إحسان لإسعاد الناس؟ قائمة على وضع آلية عمل للتطوير البشرية، التغيير، النمو بالعقل، بالبحث العلمي، بالتقنية، بالأمن السبراني؟ ما نوع المبادرة؟ هل هي مبادرة دفاعية عن الوطن؟ تأكد أيها الإنسان، كلما أحسنت في تفكيرك أحسن لك، فالتفكير عائد بجماله كلما نظرت له بجمال، وكلما أحسنت لهذا التفكير عاد لك بإحسان، لأن كل شيء مردود عليك. أنا عند حسن ظني عبدي بي، نعم، فليظن عبدي بي ما شاء. كلام جميل أستاذ حاتم. الآن إحنا فعلا نريد أن نوجه لكل من يعني يستمع حول موضوع المبادرات، ما الذي سأستفيده أنا عندما أكون مبادرا؟ تعال نتخيل حاجة عادل مع بعض أنا وإنت. نعم. بسيط جدا، بسيط جدا. لو يوم كده طلعين أنا وإنت على البحر كده، نعم، وقلت لك يا عادل إيش رأيك كل واحد تشوفه لوحده وزعلان سلم عليه وادعي له. كل ما مرينا جنب واحد ولقيناه نقول السلام عليكم، الله يعطيك لين يرضيك، ايش اللي حتشوفه؟ ممكن تبتسم. نعم، الابتسامه. او لما يبتسم لك اقول لك ها ايش حسيت عادل؟ حتلاقي رده فعل من بعضهم الله يجزاك خير، الله يعطيك انت، صح ولا لا؟ شك يعني هذه من انواع السعاده، ادخال السرور في قلوب الاخرين. يا سلام، فهذا انجاز، احساسي بالانجاز انتصار. نعم، هذا واحد. ان كنت بتبادر من في مبادره تنعكس عليك ماديا، لكن المكسب المالي. نعم، في مبادرة اكيد عده مكاسب أجوانب ومنافع وجوانب منافع. اكيد اكيد، يعني حج وبيع صبح. نعم. فهي منافع اقتصادية، منافع نفسية، منافع ذاتية، منافع فكرية، معرفية، منافع خدمية. تخدم وطنك، بتحقق ما نريده. ترى على فكرة حتى في صدر الإسلام وفي عهد عليه وسلم هناك كثير من الصحابة الذين بادروا، زي عثمان بن عفان بادر لشراء البير المسلمين، وهذه مبادرة. تعلم من هذا الصحابي الجليل هذه المبادرة، كيف كانوا يبادرون الصحابة في خدمة الفقراء وخدمة كبار السن. هذه مبادرات، السعي لهذا العمل الخير مبادرات. فهناك قصر من المبادرات الإسلامية لابد أن نتعلمها لنعرف أن المبادرات ليست جديدة عصر، ولكن هي من قديم الأزل، من عهد الحي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تبغى مبادرة قبلها؟ مبادرة سيدنا موسى، ومبادرة سيدنا عيسى. في مبادرات للصحابة كثيرة، صحيح، والأنبياء، ولكن تحتاج لقراءة والتمعن والتفحص. فعشان كده احنا انعكاسنا ينبني على جودة قرارنا وجودة مبادرتنا
وإيماننا أن المبادرة هذه لابد أن تفعل، وإيماننا أن المبادرة دي لابد أن تقام. نجد هناك كثير من الصوالين الثقافية لها عدة مبادرات، في الزيارات الخيرية، في دعم الوطن، في تطوير الأفكار لدى الشباب. هذه المبادرات قد تكون رغم بساطتها كبيرة في نجاحها، ولكن هي بصمة أمل، لنقول كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الخير في أمتي إلى يوم القيامة. فأنتم أيها الشباب يجد فيكم الحبيب صلى الله عليه وسلم الخير، ولكن جودوا الخير لتجدوه خيرا. سيدي عادل، راح نطلع الفاصل بس أخوي حاتم. طبعا مستمعين الكرام بإمكانكم الاستماع عبر الرابط الإلكتروني على موقع الإذاعة على www.alif-fm.com. كذلك بإمكانكم تحميل تطبيق إذاعة الفلفم إلى هواتفكم الذكية، سواء كان على الأندرويد أو على الآيفون. راح نطلع الفاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام ويا هلا فيكم، وما زالت حلقتنا عن المبادرات وفق رؤية 2030، وحديثنا كذلك مع الأستاذ حاتم سفرجي المدرب والمستشار للتنمية البشرية وفي تدريب القيادات وتطوير المنظمات وقطاع والقطاعات ورفع مستوى الإنتاجية. طبعا أستاذ حاتم، كنا ما قبل الفاصل تكلمنا عن فعلا الأثر أو ما الذي سيعود بالنفع فعلا على الفرد وكذلك على المجتمع، إن كان المجتمع مبادر وإذا كان الفرد مبادر. أيضا إذا أردت أن تتكلم أستاذ حاتم في موضوع المبادرات وكيف فعلا أن نكون مبادرين على مستوى عالي، على أن تكون هناك فعلا جودة أكثر، وأيضا كيف ممكن نستفيد من من سبقنا في موضوع المبادرات بطريقة يعني مؤسسية منظمة مرتبة. السلام عليك أخي، أنت تجيبني على الدول في أسئلتك، تجيبها في العمق. الله يسلمك. هذا لأنك مذيع رائع، دائما أنا أسعد معك. طيب أستكمل كلامي. نعم. لما أنا أجي ألاقي مبادرة فعلتها مؤسسة في المملكة أو خارج المملكة، وبشوف عوامل الجودة وعناصر الجودة ومقاييس الجودة ومقاييس الأداء فيها حسب الـ KPI، هنا أبدأ أشوف إذا هل هتناسب المكان اللي أنا فيه، المنطقة. يعني مثلا في مبادرات لا تناسب بيئة معينة، ما تقيم في المدينة لا نستطيع أن نقيمه في القرى. نعم. أو الهجر. نعم. فهنا لازم عشان أنجح، لا يا حبيبي تعال نأخذ مقياس النجاح في القرى الذي يفرق عن مقياس النجاح في المدينة. المجتمع هنا غير وهنا غير، فعشان أوصل بالقرى والهجر إلى مستوى النجاح المبادرة الكبيرة هذه في المدينة لابد أن أخذه بالتدريج. ما قلت هذا قرع فاصل، إنه أبدأ فيها حبة، أعرف أن هذول المجتمع إيش يحتاج، إيش اللي ناقصهم، عشان أفعل دور المبادرات وأربطها بالتدرج بمبادرات أعلى تصل بهم إلى المستوى المبادرة العالية اللي موجودة في المدن الكبيرة. أما لو أجي أقول لهم أنا أبغى أسوي نفس التطبيق في القرى والهجر، معليش، هل ليس الكل اللي هيستفيد منك؟ أنت كده بتنفخ في قربة مخروقة أو مقطوعة. لكن لازم أبدأ أعي معنى الفرق والفروقات بين المدن والهجر والقرى، المجتمعات والبيئة أراعيها، أراعي كل جوانب الدقة والضعف والتهديدات الخارجية. لأنه أنت هتجي، هل كل المبادرات هيتقبلها الجميع؟ أكيد لا. فإذا لابد أن نراعي هذه النقطة ويسموها التهديدات الخارجية. نعم. طيب لما تقول لي والله أنا بأخذ مبادرة من
أوروبا في مبادرات. يعني خلينا نقول أحد المبادرات اللي بيسويها بعض المواطنين في أمريكا نعم. إن الاستماع لمشاكل الغير يقول لك إذا أردت أن تتكلم فأنا أستمع لك. يجي له واحد يفضفض 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 خلاص خلص يلا مع السلامة بس بفرغ له. هذه مبادرة شوف بسيطة جدا بسيطة جدا فعلا ولكن أثرها كبير نعم ولها وهي ذات احتياج عند فئة يعني يحتاجون مثل هذه المبادرات. هذا هو كثير بيطلعوا من أوروبا لدول أفريقيا الفقيرة بيساعدوهم بيبنوا لهم مبادرة. إحنا هنا إيش بنسوي مع بعضنا عندما تصفر قلوب من عوامل الجودة عندما تصفر قلوب في المبادرة وفريق العمل تحسن الإنتاجية. لكن أنا أشتغل في فريق عمل وما عندي صفاء قلوب بيننا كيف تبغى إنتاجية عادي؟ يعني بنشتغل عشان فلوس معناها بنشتغل عشان والله بيصرفوا لي راتب لكن أنا داخلي العنصرية الضغينة الكره أي جودة تبغاها لن تجدها. نعم جودوا الذات قبل أن تجودوا غيركم جودوا ذواتكم جودوا عقولكم بادروا في المبادرة الأصلية والفعلية المبادرة بنفسي أنا أبادر بتحسين روحي نعم وترقية عقلي وتجويد أخلاقي وتحسين اللي يبغى يبادر في عمل يبادر بنفسه. هل هو إنسان قادر على معرفة وفهم هذه المبادرة وأدواتها ومعاييرها؟ هل أحسنت نفسك؟ لن تقوم المبادرات على كلمات ولكن تقوم على حب من الذات وقدرات عقلية ومعرفية. هذه الجودة والإحسان في هذه المبادرة يقوم على هذه الأمور المهمة جدا. ما ينفع أنا بادر إني والله أبغى أسوي مشروع كبير للدولة والمجتمع وأنا بفكر فيه من ناحية مادية ده قمة الفشل. ويا مبادرات يا عادل كان التفكير مادي بحت وباءت بالفشل. لكن والله إن كان فيها نجاح 1% لكن تقوم على عدم حب الغير تقوم على حب النفس الأنانية. وأنا في قرارة نفسي أعتبر أن الدخل هذا ليس شرعي لأنه لم يسعد غيرك. أجمل دخل أن تتقاسم الخير بينك وبين الغير أسعد غيرك فأكلها حلالة أن يعم النفع للجميع. جميل لازم حب لأخيك ما تحب لنفسك كيف تبغاني أنا وأساساً المبادرة قائمة على هذا الأمر يعني أن يكون هناك فعلا فيها إفادة للغير. أكيد نعم. لا يؤمن أحدكم حتى حب أخيه ما يحب نفسه. هذه المحبة يا عادل نعم. التسامح بيننا. ترى المبادرات لا تقوم على إلا على الوعي الفعلي والإدراك العقلي والشعور بالرغبة القلبية. هذه من النجاحات اللي العميقة داخل هذه المبادرات. نعم. الإحساس بالغير. أنا عشان أبادر لعمل مجتمعي أنا حسيت بمشكلة المجتمع حسيت باحتياج المجتمع فلا تستغل احتياجه بل بادر لإشباع حاجته للارتقاء به. كثير من الناس يستغلوا حاجة الشعب لكن لنجد الأمير محمد سلمان ولعاته خادم الحرمين وضعوا وفتحوا باب المجال لهذه المبادرات وأن الشعب فعلها وبيدعموها ماديا. هناك كثير من المبادرات أي تقوم عليها سواء كانت هذه الروية المديدة أو جهات كثيرة نعم. تفعل وتدعم من الدولة. لا يتوقع الإنسان عند مبادر بعمل لمصالح المملكة العربية السعودية أن المملكة وحكومتها الرشيدة لا تدعم هذه المبادرة بل تدعم لأننا شعب وحكومة يحبون الخير للجميع يدركون أن كلما أحببت الخير أيها المواطن أحببنا الخير معك ومدينا لك يد العون والدعم
هذا نحن، هؤلاء الشعب السعودي وحكومة المملكة العربية السعودية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا حقيقة أن نكون من المبادرين الفاعلين في مجتمعنا، وأن نكون هذا الأثر الفاعل في أنفسنا وفي وطننا الغالي. أنا أشكرك أستاذ حاتم، حديث شيق معك حول موضوع المبادرة وتأكيد هذه المبادرات في رؤية 2030. الله يسعدك عادل، أنا سعيد فيك. وكلمة أخيرة لنختم فيها هذا اللقاء مع الحبيب والأخ والصديق عادل، بادروا بالجمال فأنتم أهل الجمال، بادروا بالإحسان لتكونوا أجمل بصمة من أروع نعمة خلقها ربنا الديان، بادروا لصنع الفروق وصنع الابتكار فأنتم أروع ما كان في الدنيا من اختيار، لدينا العقول فاجعلوها في الآفاق تطول، بادروا بالأنوار لتصنعوا حسن ما يريده ربنا الغفار، كونوا أجمل نعمة من رب العباد لأننا أصل الجمال وأهله. ولكم مني كل التحية، ونحن نثق بكم أن نجد شبابا قادرين على المبادرة وصنع الفرق، نحن مثل طويق بإذن الله تعالى. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ حاتم، كما عن أستاذ حاتم سفرجي المدرب والمستشار في التنمية البشرية وتدريب القيادات ومستشار تطوير منظمات وقطاعات ورفع مستوى الانتاجية. كذلك أشكركم مستمعين الكرام على طيب الاستماع. تحية مني أنا عادل برباع، ومن الكنترول الزميل عبد العزيز السحيم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.